تقاطعت المواقف السياسية بمجملها على الساحة المحلية اليوم عند الحض على التشاور والتحاور، كما المطالبة بطرح أفكار بناءة للوصول إلى تسوية لانتخاب رئيس الجمهورية، إضافة إلى الدعوة لتعزيز الوحدة الوطنية خصوصا في ظل الشغور الرئاسي الذي بلغ عمره اليوم 3 أشهر بالتمام، وكذلك في ظل الظروف الإقليمية المريبة. ومعظم هذه المواقف ظللها التنبيه إلى خطورة استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وإلى هول الوحش التكفيري الذي يستوجب تضافر الجميع في المعركة ضده. أول المواقف ورد صباحا في عظة قداس الأحد من الديمان، حيث طالب البطريرك الراعي الكتل النيابية بطرح مبادرات شجاعة قبل جلسة البرلمان للانتخاب الرئاسي في 2 أيلول. ثم توالت المواقف ظهرا من كيفون النائب وليد جنبلاط، لفت إلى أهمية انتخاب رئيس الجمهورية. فرئيس جمهورية لبنان ليس للمسيحيين فحسب، وإنما للبنانيين جميعا، لافتا إلى التشاور مع الرئيس بري والسيد حسن نصر الله للوصول إلى تسوية لانتخاب الرئيس، ومستدركا بالتشاور أيضا مع أفريقيا آخرين. جنبلاط أظهر حرصا على أن النواب الذين ينضمون تحت رايته لن يكونوا عثرة في التسوية، مشيرا ضمنا إلى أنه لا يرغب بالتحكم ضمن اللعبة. وبعد الظهر في بيصور، النائب طلال أرسلان أمام جنبلاط والحضور أكد التمسك بتسليح الجيش اللبناني الباسل، موجها التحية للجيش وتحية أخرى للمقاومة الإسلامية، ومشددا على أنه انطلاقا من الثوابت القومية والوطنية والحرص على الوحدة فلا مشكلة من تقديم تنازلات، إنما أرسلان لم يرى حلا لأزمة الانتخاب الرئاسي بالمتناول القريب. في الموازاة برز موقف لحزب الله على لسان النائب محمد رعد بنت جبيل، دعا فيه إلى يتفاهم اللبنانيون جميعا على ما يحرك وينشط المؤسسات الدستورية، ودائما بالسواسية والمساواة في الحقوق والقانون والواجبات أما في المنطقة، آلة الحرب الإسرائيلية تمعن في غيها ضد الشعب الفلسطيني. في العراق المعارك متواصلة ومقتل 50 من عناصر داعش، وما يتعلق بداعش محور اجتماع في جدة لوزراء خارجية 5 دول عربية. في سوريا المعارك مستمرة في القلمون والغوطة وفي شمال حلب. أما تفاصيل النشرة فنبدأها من مواقف جنبلاط وأرسلان. في جولاته السياسية كما الشعبية للموضوع الرئاسي أولوية، وهو ليس فقط موقعا مسيحيا بل لبناني جامع. فالنائب وليد جنبلاط الذي جال في كيفون برفقة نواب من اللقاء الديمقراطي ولقاه إلى بيصور النائب طلال إرسلان، أشاد بهذه الجمعة وهذا التنوع الكفيل وحده بمحاربة عدونا جميعا داعش أو الوحش التكفيري، ولسنا إلا في بداية الطريق، منتقدا بشدة تشبيه التيار الوطني الحر أو حزب الله بداعش. مع الرئيس بري ومع السيد حسن عم نحاول أن نصل إلى تسوي، لأنه لا يجوز أن المركز الرئيسي مش بس مركز المسيحيين، مركز لكل اللبنانيين، إلى تسوي لتجاوز هذا المأزق. الفراغ مدمر والفراغ يضعف لبنان، لذلك لابد من تسوي. رح شوف مع الرئيس بري، مع السيد حسن، مع الغير أيضا، مع الغير من السياسيين، كيف الوصول إلى تسوية. لابد من الوصول إلى تسوية. نحن لنا مرشحنا صحيح، ولن نكون في عقبة في حال تسوية، مش العدد أصواتنا اللي هن بيقدموا أو بيأخروا 10 صوات أو 12 صوت مرشحنا الأستاذ هاري حلو، لكن لابد من تسوية من أجل استمرار المؤسسات. من كيفون إلى بيصور لقاء واسع أيضا توجه فيه النائب طلال إرسلان إلى النائب جنبلاط والحضور بتحية إلى الجيش اللبناني الباسل متمسكا بتسليحه، وتحية إلى المقاومة الإسلامية. إرسلان أكد التمسك بالتوافق الذي حصل ب 11 أيار كما بالثوابت الوطنية والقومية، ولم يجد حلا قريبا للفراغ الرئاسي. نحن لا نخطئ بنفسنا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القومي، فنضحي أحيانا كثيرة بحقوقنا المباشرة كموحدين مؤسسين للكيان اللبناني، نضحي خدمة للسلم الأهلي بين اللبنانيين،
ولتثبيت الاستقرار السياسي الذي من دونه ينهار الوطن وينهار الاقتصاد. لذا لا نشعر بأي إحراج في أن نطلب من باقي مكونات المجتمع اللبناني أن يتنازلوا أحياناً عن بعض مطالبهم أو عما يعتبرونه حقوقاً منزلة لهم دون سواهم. ولأننا نحن نتصرف كلبنانيين أولاً، فإننا نسارع إلى توحيد مواقفنا وتجاوز بعض تمايزاتنا كلما شعرنا بخطر داهم يتهدد الوطن. في احتفال بيسور الذي قدمه وليد ملاعب وردت على لسان جنبلاط هفوة: وحده هذه الجامعة الكريمة تستطيع أن تحمي لبنان وأن تنكب أيضا إلى الورشة التي أطلقها رئيس اتحاد البلديات الوليد ملاعب في الإنماء في التطور في العريض في التطور مدرسون عريض واحد. هذا 20 في جنهوي البلدية الواحد. رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وليد العريضي لفت إلى أهمية الإنماء لتثبيت المواطن في أرضه. جنبلاط من منزل النائب العريضي كان قد لفت إلى خطورة المرحلة مشددا على ترجيح صوت العقل والحكمة. مستكملا جولته في المنطقة، محطة جنبلاطية بما تحمل من دلالات في دارة النائب غازي العريضي في بيسور، واستذكار للمحطات التي جمعتهما. النائب جنبلاط شدد على وجوب مؤازرة الجيش والقوى الأمنية، منتقدا بشدة التنظير حول أداء الجيش بما يشكل طعنا للجيش ومصداقيته بعدما قام بواجبه كاملا. من بيسور وكيفون واجهنا إسرائيلي، ومن بيسور وكيفون وسوق الغرب وعيتات وغيرها من المناطق فتحنا الطريق، طريق العرب إلى بيروت، طريق المقاومة إلى الجنوب. أنا ذاك كان صوت المدفع، إلى جانب مدفع كان في صوت الجبل اللي أسسه رفيق غازي. المدفع الجبل كان محمي من قبل صوت الجبل، لكن اليوم صوت العقل. اليوم صوت العقل خاصة في أصعب مرحلة، قد تكون أصعب بكثير من الاحتلال الإسرائيلي. نعم أصعب بكثير. عبرنا معك كل المراحل الصعبة وسنعبر معك في هذه المنطقة هذه المرحلة الصعبة الأخطر في مواجهة ما تحذر منه، أي الإرهاب، لأننا أهل حكمة وعقل، في بيسور للحكمة والعقل مكان مميز والحمد لله. جنبلاط دعا إلى عدم تحويل الشعور الوطني ضد الإرهاب إلى شعور حاقد على اللاجئ السوري. النائب فادي الهبر أكد لتلفزيون لبنان انفتاح بكفية على كل الحلول وراء أن طرح التيار الوطني غير ملائم في وقته وظرفه، وهو تدميري وانتهازي. والتقرير لنوال الأشقر. زيارة النائب وليد جنبلاط لمنطقة علي وضعها نائب المنطقة فادي الهبر في إطار الوعي السياسي لأقطاب الجبل والوفاق العائلي الدرزي المسيحي لتحصين هذا التنوع، وسعيا لملء الشغور الرئاسي، وبكفية بدورها ستلاقي الانفتاح الجنبلاطي. مشكورة حركة السياسيين، كان وليد بيك جنبلاط أو رئيس جميل أو كل الأفرقاء يلي عم بيبادروا، يلي عم يتحركوا، يلي عم بيحاوروا يعني على المستوى الداخلي لصناعة رئيس للوصول إلى انتخاب رئيس هلأ أحسن أنه يكون صنع في لبنان. هلأ ما بعرف إدي صار بدنا دعم دولي إقليمي تنوصل لأن ما فينا نخلي بلد بلا رأس. هذا الموضوع الوزير جنبلاط مشكور عم يعمل دورته وجولته بقرى علي بالجبل لهيك خلق حوار مع الشعب أهل الجبل. وخلينا نحط هيك بين هلالين أنه الجبل هو المنطقة الجاذبة لكل أهالي لبنان، لكل طوائف لبنان. يعني تروح هنا نحن منفتحين وتروح مفتوحة على كل الحلول. يعني أهم شيء طرح، يعني بكفية طرحت عنوان
إنقاذ الرئاسة بأي ثمن. لسبب نحن يعني منفتحين على جميع الحلول، على جميع الأشخاص، لسنا متشبثين بشخص مقابل جمهورية مثل طرح الجنرال عون إنه يا أنا يا ما بدي رئاسة. بدي أقول أنا لا لا يعني لا 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 لحزب الله إنه لبنان ليس إيران، لأن ما عنده هالعمق الجغرافي، ما عنده هالعمق السكاني. لبنان هو مدينة، دولة صغيرة، يعني على المستوى الاقتصادي تأثره سريع، على المستوى معيشة الناس، على مستوى إفقار الناس يلي تمارس، ما بي يعني ما في يسمد لبنان أمام القرارات يلي إيران فيها تستوعبها. أما طرح انتخاب رئيس مباشرة من الشعب فيؤدي بحسب الهبر إلى تدمير النمطية اللبنانية. هذا طرح يعني تدميري للحالي، لأن لبنان متنوع، لأن لبنان في خصومة كبيرة على المستوى السياسي، لأن لبنان اليوم ليس بس منقسم طائفيا، منقسم مذهبيا، يعني بظل الانقسامات نحكي هذا الطرح، يعني ليس الوقت الملائم ولا الظرف الملائم يعني لطرح هذه الأمور، إنما هو مثل ما يعني أسردنا الهروب إلى الأمام. المرونة السياسية مطلوبة لتمرير استحقاقاتنا، وهذه دعوة لكل الأفرقاء، ونموذج التعايش في الجبل يجب أن ينسحب على كل لبنان، ختم الهبر. اقتراح قانون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب اصطدم بعراقيل عدة. عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ناجي جاريوس أكد في حديث لتلفزيون لبنان أن الشعب مصدر السلطات ويجب العودة إليه عند أي محنة. تقرير سهى شعبان. حيال غياب الحلول للأزمة الرئاسية اللبنانية التي تدخل شهرها الرابع، خرق اقتراح قانون تعديل المادة 49 من الدستور المقدم من تكتل التغيير والإصلاح الجمود السائد في البلاد، لكن هذا التعديل الذي يقضي بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب اصطدم بمعوقات عدة، من أبرزها العمل التشريعي المعطل لا يحظى بتأييد جامع، إضافة إلى أنه سيفتح المجال أمام تعديلات دستورية أخرى. عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ناجي جاريوس شدد على وجوب العودة إلى الشعب لدى استفحال الأزمات وانتفاء الحلول. الحديث هلا ما شفنا أي تفسير إيجابي أو تفسير موضوعي للشيء اللي طرحناه. نحن اللي عم نطلبه أنه نرجع لما بيكون فيه مشكل ببلد أو أزمة سياسية ببلد، لمين بيرجعوا؟ بيرجعوا للجيران؟ بيرجعوا للأمم المتحدة؟ بيرجعوا لمين؟ للدول الإقليمية أو لأمريكا؟ بيرجعوا للشعب. ما في عنا شعب، نرجع منسأل رأيه شو بتريد نعمل، يا أما بانتخابات نيابية يا أما بانتخابات رئاسية. وهذا الموضوع اللي طرحه العماد عون، وني الجريمة اللي فيها. حتى الساعة لا معالم تسوية سياسية للأزمة الرئاسية، وعلى الجميع أن يعلم أن ملف انتخاب الرئيس سيمر في الرابعة. بكل لبنانيتنا عم بنقول لهم المشاركة ثم المشاركة ثم المشاركة. وهون بدي مرق شغلة كتير مهمة، ما في تسويات بقى مثل ما مفكرين مثل 2008، ما بقى في تسوية، وكل شيء بده يمرق ممر إلزامي بالرابية، إن كان قانون الانتخاب وإن كان انتخابات رئاسة الجمهورية. وشدد جاريوس على أن كل ما نطلبه المشاركة الحقيقية، ولا أحد يستطيع أن يلغينا. في ناس حكيوا بالطالع وبالنازل كمان كأنهم بدوا هالجماعة نحن كأن نحن مرفوضين. ها بدي أرجع جدد أنه ما حدا بيقدر يلغينا، لا هني ولا غيره. من الصرح البطريركي الصيفي في الدمان، الكاردينال الراعي يرى أن أفضل وسيلة للتواصل هي الحوار الذي ينطلق من الاقتناع بالآخر، داعيا إلى مبادرات شجاعة قبل جلسة الانتخاب الرئاسي. دعوة للكتل السياسية والنيابية إلى مبادرات شجاعة قبل جلسة الثاني من أيلول المقبل، أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن تستند هذه المبادرات وفق البطريرك إلى التخلي عما يعيق اكتمال النصاب وانتخاب الرئيس. الراعي وخلال ترأسه قداس الأحد الأخير في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الدمان، رأى أن مشكلة المجتمع اللبناني هو التشبث بالرأي الشخصي والنظرة الشخصية كأمر مطلق، ودعوة الآخر إلى السير بهما. العمل مع الكتل السياسية والنواب من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
يضمن وحدة لبنان ويعيد الحيوية إلى مؤسساته الدستورية. هل يشعر المسؤولون عندنا بخطورة الحالة السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية الآخذة في التردي يوماً بعد يوم، والتي تنذر بأخطر العواقب بسبب شلل المؤسسات العامة وحالة الإهمال وتزايد الدين العام واللا مسؤولية من قبل المسؤولين السياسيين وعجز الدولة عن دفع الرواتب لموظفيها؟ وفي الملف العراقي الدامي وبعيد زيارته الأخيرة لأربيل للاطلاع على أوضاع المسيحيين المضطهدين، جدد الراعي نداءه إلى الأسرة الدولية داعيا إياها للتعاون مع السلطات العراقية والكردية وجيش إقليم كردستان البشمركة من أجل تحرير الموصل وآبار النفط وبلدات وقرى سهل نينوى من سيطرة تنظيم داعش، كما دعا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إصدار قرارات تدين بالمطلق هذه التنظيمات الإرهابية التكفيرية وتوجب على الدول التي تمولها وتمدها بالمال والسلاح الكف عن هذا العمل المدان تحت طائلة المسؤولية، وتعيد المسيحيين والإزيديين والأقليات إلى أراضيهم وممتلكاتهم وتحمي وجودهم الأمني وحقوقهم العائدة لهم بحكم المواطنة. الراعي الذي رأى أن على الدول الصديقة أن تحافظ على الوجود المسيحي في العراق وسوريا وفلسطين ختم: إننا نصلي لكي يمس الله ضمائر المسؤولين السياسيين ونواب الأمة فيدركوا جسامة الأمور وخطورتها. وبعد القداس استقبل البطريرك الراعي المشاركين في القداس، كما التقى الوزير السابق مروان شربل رابطة الطوق برئاسة الأستاذ أنطوان مالك طوق مسؤول القوات اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف جبيلي، المهندس نزار يونس، والشاعر ميشيل جحا. العميد الركن جمال فضل ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في العيد 69 للأمن العام دعا للتنبه للأخطار المحدقة بلبنان والابتعاد ما أمكن عن آتون النار المستعية بالقرب منا والسعي بكل جهد إلى إبعاد الفتنة عن أرضنا، وقال إن لبنان يجتهد بفضل الخيرين للنأي بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا عن الزلازل التي تحيط بنا طورا وتحاول ضرب استقرارنا طورا آخر. الوزير علي حسن خليل رأى أن ليست هناك اليوم حاجة لنقاش في تدخل دولي في لبنان لمواجهة داعش والإرهاب كما يحصل في العراق، وأن لبنان يستطيع أن يرتكز إلى عناصر القوة الداخلية والجامعة التي ظهرت أثناء المواجهة التي دارت في عرسال والتي ساهمت المظلة الدولية لتحييد لبنان، مشددا على أولوية دعم الجيش، ورأى أن حل الأزمة الراهنة في لبنان عبر اقتراح تعديل الدستور لانتخاب الرئيس من الشعب يتطلب توافقات ربما اللحظة السياسية لا تستطيع تأمينها. وعن الجهة المخولة أو المخولة إدارة الهبة السعودية للجيش اللبناني شكر خليل المملكة على الهبة وأضاف: أكدنا حق الجهة الواهبة تكليف من تشاء إدارتها وهو أمر مشروع، لكن يجب التعاطي معها وفق القواعد القانونية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا الجميع إلى العمل معا لنكون المواطنين المتساويين في بناء نظامهم السياسي بما يحقق مصالح الجميع وأمن الوطن. ونائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أكد أن المقاومة أقوى من أن تؤخذ بالابتزاز للتخلي عن حلفائها بالداخل. نحن وإياكم نستطيع أن نبني دولة قوية، لماذا نعطل المؤسسات الدستورية عن العمل؟ إذا كان الدستور قد نص على تعاون وتكامل السلطات، فإذا ما لم ينتخب رئيس للجمهورية لماذا نعطل المؤسسات الأخرى؟ تعالوا لنتفاهم ولننح على التفاهم من أجل تحريك عجلة انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت. من كان يتوهم أن الإرهاب التكفيري يمكن أن يحفظ للسنة مصالحهم في لبنان فهو
واهم. نحن في حزب الله نتعرض كل يوم لسيل من الحملات الإعلامية والاستفزازية، ولكن لن نستدرج إلى سجالات سياسية وإعلامية، لأننا ندرك أن تعميق الانقسامات الداخلية يشكل هدية للعدوان التكفيري. وإذا كان البعض في لبنان يراهن على سياسة الترهيب لحزب الله من أجل أن يغير موقفه الرئاسي أو أن يغير موقفه من سوريا، فهم واهمون ويراهنون على سراب. في الذكرى 36 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه، أقامت حركة عم أمل لقاء فكريا بعنوان لبنان في صورته الراهنة، أي وطن أراده الإمام الصدر. وقد حضر اللقاء حشد من رجال الدين ورؤساء بلديات ومخاتير وقياديين في حركة أمل، وتم التشديد على الإيمان بلبنان القوي المقاوم كما آمن به الصدر الذي كان يسعى دائما للعدالة الاجتماعية والحفاظ على النموذج اللبناني وصيغته المقاومة. وفد من الجماعة الإسلامية برئاسة المسؤول السياسي في الجنوب بسام حمود جال على الفعاليات والمرجعيات الدينية في حصبية، حيث عقد لقاء في دارة شيخي البياض أفندي وسليمان جمال الدين شجاع، اللذين شددا على حسن الجوار ووجوب عدم استيراد الأزمة السورية. حمود من جهته أكد على وجوب تطبيق إعلان بعبدة وتوجيه البندقية باتجاه فلسطين المحتلة. عكار تعاني أزمة مياه في ظل جفاف الأنهر وغياب السدود والبحيرات الاصطناعية. تعاني محافظة عكار من أزمتي مياه الشفا ومياه الري بسبب قلة الأمطار التي هطلت في الشتاء المنصرم وفي ظل غياب أي بحيرات اصطناعية أو سدود مائية في المنطقة، علما إن عكار بجبالها وسهولها غنية بثروة مائية وآبار وينابيع، ولكن للأسف عدد كبير من الآبار الارتوازية جف هذا الصيف، كما أن مياه الأنهر تدنى كثيرا منسوبها، وخصوصا نهر الأسطوان الذي يعتبر شريانا حيويا هاما للأراضي الزراعية وكان يروي آلاف الهكتارات، ولكن اليوم للأسف لم يعد يفي بغرضه المطلوب، وأن معظم الأراضي الزراعية تركت بورا أو تعرضت المواسم الزراعية للتلف واليابسان. أول سنة بتمر علينا من 90 سنة وبتجاي من 100، يعني أنا صار عمري فوق 70. أزمة مي كبيرة كتير، شح مي، ما في مي أبدا خالص، ولا سكر يغطحوا من شحية المي. البيورة نشفت، المبوعة نشفت، ما في مي. نطلب من سعد الدولة تساعدنا بالأشياء هذه، وبنطلب من الدولة أخيرا والمسؤولين كليتها أنه يعملوا لنا سدود يأمنوا لنا ليحموا لنا المي بالشتوية مشان نستفيد منها بأيام الصيف. المسؤول عن توزيع المياه للري على نهر الأسطوان محمد المراد تحدث عن الواقع والمرتجى. لا عم يطالبوا لا نواب ولا وزراء ولا بلديات، عم تطالب بهالموضوع انه يرجعوا يجددوا فكرة السد، انه يعملوا لنا السد ليروي هالاراضي، يعني بتخف الضغط 90% بطل حدا يركض يطلع على المي، يلاقي صار في مي زياده، هالمي تشتوي بالشتوي هذا النهر ما فينا نوقفه، ما احنا واقفين نحن هلا، بيوصل المي علو مستوى 12 متر علو مي، فعم نطلب من الدوله انه يخلونا ندق بيارة لنصقي على النقطة، يعني إنشان ماي بيسقوا لك 10 هكتارات أرض إذا كل يوم بعملتهم لهم ساعات ري منتظمة، وبيارة ما عم يسمحوا لنا، يعني إذا بده يسمحوا لك بدك تقدم طلبات لوزارة الموارد وتقدم طلبات عند وزارة الداخلية وتضلك فوق 5-6 شهور وما عم يجي بيعطوك تغطية لحتى تدق بير أو يسمحوا لك تدق بير، يعني عم تترك الأرضنا صحراء. إذا ضلت هيك ما كان في شتي مستحيل يمكن نقدر نزرع بطاطا والحمضيات كمان، في جنينات يبسي ما قدر، البيارة عنده نشفت ومية النهر قبت كفية، يعني في عنا كذا جنينة كمان أبعوها أنه من قادرين يسقوها، أبعوا جنينات ليمون. في حال لم يتم إنشاء سدود مائية وتسهيل حفر أبار ارتوازية، فحتما المواسم الزراعية والأراضي في عكار مقبلة على كارثة كبيرة في ظل شح المياه الموجود. من سهل عكار منزل المرعبي أمين سليمان، تلفزيون لبنان. الأزمة السورية تحضر في جدة بعد الإعلان.
أحييكم مجددا. إطلاق صواريخ من الجنوب وسوريا على مستوطنات إسرائيلية في فلسطين، ومديرية التوجيه في الجيش اللبناني تعلن أنه وبنتيجة التفتيش عثر الجيش على منصتين في غرب بلدة ظهيري، وقد بوشر التحقيق بالتنسيق والتعاون مع قوات اليونيفيل. مع استمرار المواجهات في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، أطلق صاروخان من الجنوب اللبناني نحو الأراضي المحتلة، وقد طوق الجيش اللبناني المنطقة التي يشتبه بأنها منطقة الإطلاق بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي الوقت الذي لم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية، قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن صاروخ أطلق من لبنان سقط على شمال إسرائيل قرب بلدة عكا على ساحل البحر المتوسط. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صاروخا أصاب مبنى في منطقة الجليل الغربية قرب الحدود اللبنانية، لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 5 صواريخ على الأقل أطلقت على الجولان المحتلة من داخل سوريا، ولكنها لم تسفر عن وقوع إصابات. في هذا الوقت بعث جيش الاحتلال الإسرائيلي برسالة عبر اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، اعتبره والحكومة اللبنانية مسؤولين عن الصواريخ التي تنطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، متواعدا بأنه لن يستمر بسياسة الصمت تجاه إطلاق هذه الصواريخ. وكثف الجيش الإسرائيلي دورياته ومراقبته على جانبي الخط الأزرق وعلى طول الخط الممتد بين تلة العباد ومنطقة العباسية في القطاع الشرقي، مرورا بتلال العديسي وبوابة فاطمة والوزان والغجر. استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة واستشهاد 20 فلسطينيا اليوم وجرح 5 جنود إسرائيليين في سقوط قذيفة على معبر إرز، ومصر تدعو الفريقين الإسرائيلي والفلسطيني إلى جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة. واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير مبنى سكني مكون من 12 طابقا بالكامل، إضافة إلى مركز تجاري. وفي المقابل أطلق النشطاء الفلسطينيون 10 صواريخ على بلدات ومدن إسرائيلية. وأفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة بأن 22 فلسطينيا من بينهم أطفال أصيبوا في الغارة على البنية السكنية التي كان يعيش فيها نحو 44 أسرة. ودمر هجوم آخر شنته إسرائيل في وقت سابق مركزا تجاريا في مدينة رفح بجنوب غزة، أصيب فيه 3 أشخاص حسب ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. وتأتي الغارات الإسرائيلية على غزة في الوقت الذي دعت فيه مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة. وجاء في بيان صدر عن الخارجية المصرية إن مصر تطالب الطرفين بالوقف الفوري لإطلاق النار على نحو غير محدد المدة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح خلال زيارته للقاهرة السبت بأن هدفه الرئيسي هو أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب فرصة لنتفادى مزيدا من الإصابات والتضحيات والتدمير. هدفها الأساس هو أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر هنا في أقرب فرصة أو وقت ممكن، لنتفادى مزيدا من الإصابات، مزيد من التضحيات، مزيد من الشهداء، مزيد من التدمير. وصرح سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس: نحن مع أي جهد حقيقي يضمن تحقيق المطالب الفلسطينية. ويطالب الفلسطينيون برفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تريد إسرائيل ضمانات على أن إزالة القيود لا تؤدي إلى تزويد الفصائل الفلسطينية بالأسلحة. بدء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للعراق ومقتل أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم داعش. بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة للعراق تأتي عقب نفي طهران دخول قواتها إلى الأراضي العراقية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب قوات البشمركة الكردية. في هذا الوقت أكد سفير ألمانيا في العراق موقف بلاده لجهة مساعدة العراق وإقليم كردستان في محاربة تنظيم داعش، مشددا على ضرورة العمل على بناء دولة مدنية حديثة ومتطورة. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي شددا على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة المسجد في ديالى والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا، فيما أشار إلى جهود تشكيل الحكومة ومسؤولياتها التاريخية في وضع وتنفيذ برنامج قادر على الاستجابة لحاجات العراقيين دون تمييز.
وزير الخارجية العراقي أكد أهمية فتح السفارة البيلاروسية في بغداد لدعم العلاقات الثنائية، خصوصا لدعم جهود الحكومة في مواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي، ودعم الجهود السياسية لتشكيل حكومة وطنية شاملة. ميدانيا، قتل أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم داعش في قصف جوي عراقي على منطقة سليمان بيك، كما قتل مسلحان من تنظيم داعش بقصف مروحية قتالية شمال بعقوبة. تستضيف جدة اجتماعا لوزراء خارجية 5 دول عربية منضوية في مجموعة أصدقاء سوريا للبحث في طرق التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وتنامي تهديد تنظيم الدولة الإسلامية داعش للأمن الإقليمي. وأكدت مصادر دبلوماسية عربية في الرياض للحياة أن الاجتماع جاء بمبادرة من السعودية. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة، ونلتقي في 11:30 من مساء اليوم. إلى اللقاء.